نقاش اتحدى بيه اي احد، ان يجي حد في القطاع الخاص يقدر يخش يعمل مشروع زي ده بنفس المستوى ده ويقول لي انا هكلفه اقل منك. لا، انا هنا انا بحيد فكره ان هو مش معاه قدره ماليه ولا معهوش، لا لا لا، انا بتكلم انك انت النهارده الناس كانت بتعمل مشاريع ما يعملوش طريق، ما يعملوش يا دكتور، لكن انت النهارده جاي تقول لي بتعمل طريق 10 حارات طوله 250 260 كيلو لغايه العالمين عشان كل الاراضي الزراعيه اللي واقع على الطريق تتخدم بيه. وفي هنا شبكه طرق اتعملت جوه المشروع بتاع مستقبل مصر بشغلها دلوقتي طبعا. عشان تخدم على نقل دخل. الكميات الضخمه دي. بقول لكم يا جماعه قد ايه مشروع ثلاث اربع محافظات كبار بيتعملوا اللي اتعملوا قبل كده في 200 سنه. اللي اتعملوا يا محمد؟ في 200 سنه، انا بعمله في ثلاث اربع سنين. سواء كان كهربته او طرقه او الترع بتاعته او اي نظم اخرى محتاجينها.